مرحبا وشكرا لمتابعتكم تك ميشن. السيارة اللي وراي اسمها بول ستار 2. اللي موجودة معي هلا هي الديوال انجن لونج رينج بيرفورمانس، يعني توب اوف ذا رينج، من اللي بنظري افضل سيارة كهربائية دخلت على الامارات لحد اليوم. محبي تسلا طولوا بالكم علي شوي، تابعوا معي وراح تشوفوا انه في كتير اسباب لهالعبارة هي. تابعونا. فإذا بول ستار 2. بول ستار بتعني النجمة القطبية، نجمة القطب. رمز البول ستار النجمة، واسم بول ستار ظهر للوجود بأواسط التسعينات من القرن الماضي، وكان مخصص لفريق سباقات ترعاه فولفو. بعدين فولفو حولت بول ستار لفرع من شركتها. هلا صارت كثير قصص من وقتها، جيل الصينيه العملاقه اشترت فولفو واشترت معها بول ستار، وبعدين قرروا سوا اداره فولفو وجيلي انهم يحولوا بول ستار لعلامه تجاريه مستقله خاصه بنفسها متخصصه حصرا بالسيارات الكهربائيه. يعني عندنا سياره كهربائيه بتاريخ عريق من السيارات الرياضيه، هذا هو الشيء اللي عم تقدم لنا اياه بول ستار 2. لما انا عم اقول لكم انه هي السياره هي افضل سياره كهربائيه دخلت على الامارات، على سوق الامارات العربيه المتحده لحد هلا، انا عم اقصد هذا الشيء بالضبط. على عكس تسلا اللي هي علامه تجاريه انا اكيد بحترمها كثير وسياراتها ممتازه تماما، لكن تسلا هي عباره عن سياره جايه من المستقبل، التصميم الداخلي تبعها والتصميم الخارجي تبعها ما بيشبه اي شيء ثاني، شيء مختلف تماما عملته هالشركه هي وحبه ناس كثير، وانا شخصيا حبيته، ما عندي اي شيء ضد تسلا، لكن لما بشوف سياره بتاريخ عريق مثل بول ستار وعم تقدم لي سياره كهربائيه باداء كثير ممتاز للبطاريه والموتور، ببرفورمانس كثير حلو، وبنفس الوقت بالتصميم لساته محافظ على روح السيارات التقليديه، هالسياره بتشبهني انا اكثر وبتشبه ناس كثير اكثر. لهيك خلينا نحكي بالبدايه عن التصميم الخارجي. هالارتباط اللي عم احكي عنه بالتصاميم التقليدية للسيارات وبعراقة عالم السيارات كلياته من دون الانتقال منه لشيء مستقبلي تماما بيبدأ من الأمام. ومثل ما نكون شايفين هاي السيارة عندها جريل، مع انه هاي سيارة كهربائية وما في اي لزوم للجريل لانه اساسا ما في عنا محرك، مع ذلك بول ستار محافظة على الجريل. هلا ملاحظة انه هي موديل 2023، موديل 2024 رح يصغر الجريل كثير ورح يدخل هون بانل فيها الكترونيات اكثر. هلا حاليا في عنا الكاميرا وفي عنا الرادار، لكن رح يكون في الكترونيات اكثر بالموديل القادم، بس فكرة انه نحن في عنا سيارة كهربائية فيها جريل كثير استهوتني. طبعا هون في عنا شعار النجمة القطبية اللي كثير حلو، فيكم تشوفوا انه المصابيح كثير حلوة. هلا لحتى فرجيكم المصابيح لازم سيارة تكون شغالة، رح تكون شغالة انا لازم اكون فيها لانه هي السيارة ما فيها زر تشغيل، بس المصابيح كثير حلوة، LED اللمسات في عنا، يعني حتى مصابيح الضباب فيكم تشوفوها، أناقة كتير كتير حلوة، اللمسات باللون الأسود، كل شيء أنا عم شوفه بالواجهة الأمامية عم شوف شيء كتير حلو، عم شوف شيء عم بيذكرني بعالم السيارات التقليدية، وعم بشوف شيء مانو منفصل عن التاريخ التقليدي تبع السيارات، بس عم يقدم شيء مختلف تماماً. عن الجوانب بتستمر لمسات فولفو، بتستمر ايضا نفس الفلسفه اللي عم نحكي عنها تبع الحفاظ على روح السياره التقليديه، لكن مع لمسات خاصه وعصريه. شوفوا على سبيل المثال مسكات الابواب مو مثل التسلا لازم تطلع لك وتمسكها وهيك، لا مسكات تقليديه، انا كثير بحب هذا الشيء، القفل عليها فينا نقفل من هون فينا نفتح من هون. المرايا هن فريمليس، المرايه ما في الى اطار، وبالتالي عم تحط فولفو الكاميرا تحت هون، ولما عم نحرك المرايه لما عم نحاول نغير شكل مو شكل بالاحرى وضعيه المرايه عم تحرك كل هي القطعه مع بعضها، مو بس المرايه الداخلية مثل غالبية السيارات. هون في عنا ستيكر عم بيقول انه هي سيارة كهربائية وعم يحكي عن الكاباسيتي تبع البطارية وهيك، التواير كتير حلوين او يعني عموما الدواليب كتير حلوين والتواير كتير حلوين، هدول ال 20 كونتيننتال، لأنه في عنا الابجريدد فيرجن اللي هي البرفورمانس باكج بسموها، وكمان فيها السبيشال بريكنج سيستم، وكل الأشياء اللي أنا عم شوفها قدامي هون عم حبها جدا جدا جدا. إذا بدكم تطلعوا لفوق هون مثل ما كنتم شايفين في عنا هون ما يشبه فتحة سقف كتير كبيرة، لكن عمليا هي ما فتحة سقف، هو عبارة عن جلاس سيلينج، يعني سقف السيارة كله عبارة عن زجاج ما بينفتح، ما له فتحة سقف، وبنفس الوقت ما له بلايند من جوا. هلا بس ادخل لجوا رح فرجيكم، هو عبارة عن شيء كتير مميز بهي السيارة وبيخلي يعني الطريقة اللي أنت عم تشوف فيها السيارة وعم تحس فيها بالسيارة كتير كتير مميزة ومختلفة. خلينا نفتح
الباجاج الأمامي بدنا نسميه اليوم، لأنه ما بقى اسمه غطاء المحرك، إنه هاي السيارة ما فيها محرك لأنه سيارة كهرباء، فهذا اسمه الباجاج الأمامي. الباجاج الأمامي من الواضح تماماً أنه أصغر من الباجاج الأمامي للتسلا، لكن السبب كتير بسيط، أنه فولفو وبولستار مركزين كتير كتير على موضوع الأمان، وبالتالي بدل المحرك هون بالمساحة اللي بيحتل المحرك في حشوات أمان، منشان إذا لا قدر الله صار فيه تصادم أمامي يحميكم هذا الشيء ويمص الصدمات قبل ما توصل لعندكم. حالياً موجودة فيه العدة تبع الإمرجنسي، فيكم تحطوا فيه أي شيء تاني بدكم إياه، أنا ممكن أحط فيه كاميرات على سبيل المثال. ننتقل للباجاج الخلفي، فينا نفتحه بعد الطرق، يا اما من الريموت في عنده زر خاص، يا اما من جوا السياره، يا اما بالكيك. الشيء اللي بيخليها مختلفه عن التسلا انه هون مع انه هي سيدان بس معمول الباب على شكل باب هاتشباك، هذا الشيء بيخلي الوصول للاشياء اسهل وانا شخصيا بفضله اكثر، بالاضافه لانه حلو الحركه تبع الكيك تو اوبن. طبعا اذا بدنا نسكره فينا نضغط هذا الزر ببساطه، او من الريموت ايضا، او كمان مره بنعمل الكيك وبيرجع مره ثانيه بيسكر. خلينا نحكي عن المساحة التخزينية، عن حوالي 405 لتر، مساحة كتير كتير كويسة بالنسبة لسيارة سيدان. في عنا لمسات فولفو اللي هو انه بيصير في عنا هذا السيبريتر بيفصل لنا جزئين عن بعض مشان التنظيم بشكل افضل. هون كمان في عنا يعني شاطات وقصص بتخلينا نساعد، هون فينا نحط الاكياس على سبيل المثال اذا متسوقين. في عنا كتير اشياء حلوة للتخزين، عنا هون 12 فولت مشان اذا بدنا نشحن شيء، عنا هون ايضا شاط تاني، عنا لاتشز اذا بدنا نربط شيء. في عنا كتير كتير أشياء بتساعدنا على التخزين، عنا هون نت كتير حلوة حاطين وراها الفيرست ايد، وعنا كمان كومبارتمنت تانية تحت هلا أنا حاط فيها كبل الشحن. كتير حلوة الكومبارتمنت التحت وفيها مساحة كافية. عموما يعني طبعا هي محسوبة ضمن 405 لتر، لكن عموما كمساحة تخزين عنا مساحة تخزين كافية. عنا هذا الغطاء اللي ممكن إنه ينشال طبعا، بس إذا شلتوه ما في محل لحتى تحطوه، فأنا شخصيا رح خليه هيك وبيهمني إنه يحمي الأشياء اللي تحته من الشمس. وفينا كمان نطوي المقاعد بطبيعة الحال ونزيد المساحة التخزينية على المقاعد. ننتقل لجوا السيارة، وهون كمان في عندي الكلمة اللي صار لي عم أقولها من بداية الفيديو، إنه هاي السيارة هي سيارة عم تحمل اللمسات الكلاسيكية تبع السيارات العريقة اللي نحن بنحبها خاصة الأوروبية، بنفس الوقت عم تكون كتير حديثة وكتير عصرية. يعني من الانفوتيمنت سيستم اللي هو عبارة عن تاب أندرويد كبير ورائع وكتير حلو هلا بحكي لكم عنه، للهارمان كاردن اللي بنشوفها. طبعا شعار هارمان كاردن موجود هون بس ما هو موجود على الجوانب، ما بعرف ليش، بس اكيد هنا هارمان كاردن من الواضح تماما. واللمسات اللي فيها فخامه بكل شيء نحن عم نلمسه، يعني كتير محتاجين ننزل لتحت لحتى يكون في عنا كتير تشيب بلاستيك او شيء. نابا ليذر بالكراسي كمان كتير فاخر وكتير فخم وكتير حبيته. المرايه اللي هي كمان فريمليس، اللمسات اللي كتير حلوه بالاقمشه هون، كل شيء عم شوفه. يعني اكثر شيء فيني احكي عنه هو الستيرينج فولفو، يعني كثير عم يحمل هويه فولفو بس مع شعار البولستار، وكثير حلو وكثير انيق. في له تخصيصات هلا بحكي لكم عنها لما بنحرك السياره رح تمشي فيها. الديزاين تبع ما بدنا نسميه جير شيفت، يعني ما بقى بتسمى جير شيفت هو، بس انه اوكي الجير شيفت كثير حلو. طبعا عندنا الباركينج هون، وفي عندنا ثلاث حركات الامام والخلف. هون في عنا ناب كتير حلوة للإنفوتيمنت سيستم، ومع الهازارد لايت، ومع تحكم بالويندشيلد والباك ويندو. يعني عموما الشغلات اللي عم شوفها كلياتها عم توحيلي بشي كتير فخم وشي كتير حلو. يعني بدي شبه التسلا اللي هي عبارة عن ولا شي مساحة فاضية وفيها هي الشاشة الكبيرة هون والستيرينج، ببيت كتير حلو وكتير أنيق وكتير عصري، بس انه ما في هي اللمسة تبع الشيء اللي كنا نحبه ببيوتنا القديمة. هون في عندي بيت كتير عصري وكتير حلو، بس لسه في اللمسة تبع البيوت القديمة، يعني الفرش تبعه كتير حلو، فرش هذا البيت، الموبيليا كتير كتير حلوة. أنا كتير سعيد بالشيء اللي عم شوفه هون بهي السيارة. ما في يعني حاولت كتير، اطلعت كتير، عم حاول لاقي شيء إنه ماني مبسوط منه، ما عم لاقي شيء ماني مبسوط منه بالتصميم داخل السيارة أبدا. بالنسبه للانفوتينمنت سيستم مثل ما قلت لكم هو عباره عن تابلت اندرويد، طبعا مخصص مانو تابلت اندرويد بسيط، بس لكن يعني هو نظام اشتغلته اندرويد مخصص للسياره، وهذا شيء كتير حلو بدل ما تتعذب ماركه السيارات سواء فولفو ولا بولستار ولا اي حدا بان ترجع تعيد اختراع العجله وترجع تخترع لنا انفوتينمنت سيستم بعدين تسمح لنا نوصل فيه ابل كار بلاي او جوجل اندرويد اوتو لحتى نستخدم تليفوننا هون. لا، هون انا في عندي تابلت جاي من اندرويد ذات نفسه، نظام السيارات جاي من اندرويد، وهو ذات نفسه لانه اندرويد في الخرائط مباشره، في الابس، يعني في كثير كثير ابس
مثل هلا الراديو والبلوتوث ميديا مانجر رينج اسيست، في كان فينا ننزل عليه سبوتيفاي رح تسمع موسيقى، في عنا يوتيوب، في عنا نتفليكس اذا بنحب ننزلها ايضا. الشيء الوحيد اللي ما حبيته بهذا السيستم هو انه الوصل بالواي فاي ما كان كتير سهل، يعني ما عم يشوف الواي فاي منيح. حطيت الهوت سبوت على الايفون تبعي ما شافته بسهوله، شافته بالاخير بس ما شافته بسهوله. وكمان شغلت التي بي لينك دانجل اللي عندي اياها انا مشان اعطي الانترنت مباشره للسياره مو من الموبايل، ما شافته نهائيا. في عنده شويه كومباتيبيليتي ايشوز بشكل واضح، ما بعرف اذا رح تنحل بسوفت وير ابديت ولا كيف رح تنحل، لكن هذا هو الشيء الوحيد اللي ما حبيته بهذا الانفوتيمنت سيستم. بطبيعه الحال اذا وصلنا التليفون وننتقل لابل كار بلاي، وبتلاقي حالك بالاخير انه خلاص عم توصل التليفون عم تشتغل على ابل كار بلاي كل الوقت، او على اندرويد اوتو اذا تليفونك اندرويد، عندك الخرائط، عندك الموسيقى تبعتك، عندك كل شيء، مضطر تنزل شيء، مضطر تفصل السيستمز عن بعضها، التليفونات تجيك مباشره هون. انا سعيد جدا باستخدام ابل كار بلاي على هالانفوتيمنت سيستم، لكن بنفس الوقت حابب الانفوتيمنت سيستم ذات نفسه. طبعا الانفوتيمنت سيستم بيعطينا الخيارات تبع السياره ايضا، وهون في خيارات كثير حلوه هلا رح احكي لكم عنها بس تمشي شوي بالسياره. بس بنفس الوقت طريقة النافيجيشن وطريقة كيف فينا ننتقل من مكان لمكان وسهولة هالنافيجيشن هذا كتير عم حبها بشكل كتير كبير. شوفوا مثلا هون الشاشة المقصومة شغلة كتير حلوة، في عنا هون تحكم بالاي سي، في عنا تحكم بتبريد المقاعد، في عنا بيزيكلي كل شيء نحن محتاجين نتحكم فيه بالسيارة بمكان واحد، ومكان كتير حلو سهل الاستخدام. وشغلة كتير حبيتها انه في عندي الناب لحتى ارفع الصوت، لحتى ضعف الصوت، لحتى اعمل باوز، وفيني طبعا كمان من الستيرينج. إذا بنحكي شوي عن التخزين، في عنا هون مساحة تخزين لا بأس فيها. هلا أنا معي المج الكوفي تبع ستاربكس، هون في عندي كاب هولدر تمام كتير، هون بالداخل كمان في عندي كاب هولدر لسبب ما، إنه فيني أفتحه هيك ويصير في عندي تو كاب هولدرز إذا في حدا جنبي عم يشرب قهوة كمان. إذا شلنا القهوة بصير هي فيها تجي لهون مشان نرتاح أكتر. ما بعرف هل المنطقة هاي فيها مساحة تخزين حلوة جميلة جدا، بس مو مثل ما انا بحب، مثل ما تعرفوا انا بسوق الرام وبالتالي عندي مساحة تخزين كتير كبيرة. هون الجلوف كومبارتمنت حلو كبير، في عنا هون مساحة علوية، صار في عندي كمان هون الرخصة تبع السيارة التسجيل، وهي عم تقول لي انه هي بتمتلك شركة مشروعات تجارية الفطيم. شكرا للفطيم لانه اعطونا هي السيارة للريفيو، ولو انه عتبي على الفطيم انه ما اعطوني وقت كافي مع هي السيارة، كان لازم يعطوني وقت اكثر. التأمين يشمل عمان كتير حلو هذا الحكي. موديل السيارة هو موديل 2022 تمام 2022، أنا قلت بالبداية 2023 بس لا هو 2022. نرجع للكومبارتمنت هون جيدة جدا، ما عندي شكوى عنا. في عندي هون كمان على الجنب في عندي كومبارتمنت، ما في عندي مشاكل أبدا. هون في عندي للموبايل المفاتيح، طبعا هون في عندي شاحن وايرلس كمان، وهون في عندي 2 USB-C، الأيسر منهم بيوصل الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو، الثاني للشحن فقط. في عندي أيضا بالخلف USB-C 2. شو قصة في أشياء لازم أحكي لكم عنها هون؟ إضاءة كتير حلوة بلمسة واحدة بتشتغل، كتير أنيقة، فيني شغل الاثنين مع بعض طبعا بلمسة واحدة للزر الأوسط. في عنا الـ SOS والكونكت، هدول في حال يعني كنت بالولايات المتحدة، ما بعرف إذا شغال هذا السيستم هون، بس بالولايات المتحدة أو بأوروبا فيك تضغطهم لطلب النجدة والمساعدة بشكل سريع. هون في عنا مساحة بتنحط فيها الميموري كارد، بس حاليا ما فيها ميموري كارد. هي ميموري ولا سيم؟ أعتقد هي ميموري، أوكي فيني أرجع أتأكد بعدين، بس أعتقد من الحجم تبعها بتوحي إنه هي ميموري كارد مو سيم كارد. ننتقل للمقعد الخلفي، وأول شيء لازم نشيك عليه بالمقعد الخلفي مباشرة هو الليجروم. عندي ليجروم كتير كتير منيحة، ولو حدا أطول مني لسه في مساحة كتير كافية للرجلين، ما عندي مشكلة أبدا بالليجروم. بس الهيدروم ما كتير، المساحة فوقي ما أنا كتير كبيرة، أنا طولي 178 سنتيمتر، يعني إذا في حدا أطول مني بشوي حتى مو بكتير رح يتعذب بأنه يقعد بالمقعد الخلفي، يمكن رح يضطر ينزل هيك شوي لتحت. بس فيما عدا ذلك اللمسات التصميمية كتير حلوة، الستيتشينج، الجلد، البلاستيك، السوفت تاتش، التكستشر هون عندي بالتكستايل موجود هون ملمس كتير حلو، الهارمان كاردن، الكرومبي، مسكات البواب، كل شيء حواليه عم بيكون كتير حلو. هون بالمنتصف في عندي فنتين للاي سي لكل حدا مصدر هواء، في عندي هون 2 USB-C بيستخدموا للشحن، وفي عندي التحكم بتسخين المقاعد. هون يمكن ما مبين على هي الكاميرا ولا على هي الكاميرا، انا حاطط كرسي الطفل لبنتي لانه حبيت اني اجرب الالكتريك كار. هون في عندي اوكي الارم ريست واثنين كاب هولدرز كتير كتير حلوين. من هون فيني اوصل للكومبارتمنت الخلفية للبوت، يعني يمكن لازم ينفتح من الخارج حسب. طبعا خبرتكم انه مثبت كرسي الطفل لبنتي، مثبته عن طريق نظام الايسوفيكس
اوكي. نظام الايسوفيكس موجود هون. له غطاء طبعا شلته لحتى اقدر احط كرسي الطفل. اوكي بالعكس. بهالشكل هذا بيرجع على اناقته الطبيعيه. خلني ارجع ارجع ثبت الكرسي مشان هلا انا عم سوق ما يعمل لي اي مشكله بهالشكل هذا، وبعدين منشده من هون وخالصين. صار لي من بدايه الفيديو عم قلكم انه السياره فيها لمسات السيارات التقليديه، بس الشيء اللي كتير بعيد عن السيارات التقليديه هو طريقه تشغيل السياره. انتبهتوا هلا انه اشتغل المكيف واشتغلت الشاشه وانا ما لمست اي شيء، ما في زر ستارت بهي السياره. بمجرد ما السائق قعد والمفتاح جوا السياره، السياره بتشتغل تلقائيا، وكل المطلوب منه بعد هيك انه يحطها على درايف ويسوق. لما بدي اطفيها بكفي انه بطلع من السياره، بكون حاطها على باركينج، بطلع من السياره، السياره بتطفي لحالها. هي النقطه كثير حبيتها من حيث توفير البطاريه، وكثير حبيتها من حيث انه شيء عصري شيء مختلف. بس عذبتني وانا عم صور لانه لحتى تشتغل الشاشه لازم اكون قاعد هون وعم صور لحالي، انا ما معي الفريق. فكل ما بدي صور الشاشه بدي بظبط طريقه وخلي المفتاح جوا وهيك لحتى بس تظهر الشاشه اذا ما كنت انا قاعد بهذا المكان. كمان وقت اللي بتكون في ناس، يعني مثلا اذا بنتي بالمقعد الخلفي وانا طلعت بس لحتى اجيب شيء من البوت او اي شيء، بتطفي السياره وبتشوي بالدنيا بمجرد ما انا طلعت برا السياره. لكن بالمجمل هي الميزه كثير كثير حبيتها. نربط حزام الامان. كثير حبيت لون الحزام اللي لونه اصفر. درايف ومننطلق. بعرف انه في كثير عالم بيشتروا السيارات الكلاسيكيه من شان صوتها. طبعا صوت السياره هون هو جزئيا هو صوت الموتور، يعني ما في محرك للسياره بس في موتور عم يبرم الدواليب دينامو. في موتورين بهي السياره لانه هي التوب اوف ذا رينج. بس الصوت تبع السياره كثير حلو، يعني صوت الموتورات هذا كثير حلو، وبنفس الوقت في صوت مانو صوت حقيقي. بيعرف شويه رمل عم نطلع عليه. في صوت مانو صوت حقيقي، هو صوت امبليفايد، الهدف منه انه سياره تعطي الاحساس انه هي سياره تقليديه وكثير حلوه، وكمان انه الناس اللي برا بالشارع ينتبهوا علي وقت بتكون عم تمشي جنبهم. فمن حيث الصوت انا مبسوط فيها. بعرف يعني رح تقول لي لا وين وين صوت السيارات المصل وكذا. انا ما حصل كنت من هواة السيارات اللي بتجعر كنت دائما بتعرفوا يوم سوق تراك، وكنت دائما بحب سوق على الهدى. انا الستايل تبعي بالسواقه هو السواقه على الهدى. عموما السياره الاحساس فيها كثير كثير حلو. ما حسيت بفرق، يعني ما حسيت انه لا انا هلا عم سوق سياره عمرها 30 سنه في المستقبل. لا حسيت انه عم سوق سياره حلوه، سياره ظريفه. الهاندلنج تبعها كثير حلو، في الانجينيرنج الهندسه الاوروبيه اللي هي كثير كثير حلوه، ودائما انا معجب بالسيارات الاوروبيه طبعا، والفولفو بالتحديد انا سياره معجب فيها كثير. فعم حس بهذا الشيء وانا عم سوق السياره. السياره ثباتها كثير حلو على المنعطفات، يعني هذيك اليوم لفيت منعطف تقريبا 90 درجه، مو هذيك اليوم هو امبارح، لفيت منعطف تقريبا 90 درجه بسرعه 105 كيلومتر بالساعه. طبعا ما عم شجعكم انكم تلفوا المنعطفات بسرعه، بس انا كنت عم بعمل اختبار للسياره لحتى اشوف شو بقدر اقول لكم عن هذا الموضوع. ثباتها على المنعطفات كثير كثير حلو. السسبنشن قاسي، يعني فيني اقول انه التسلا السسبنشن تبعها الطف على المطبات. خليني اقول هون السسبنشن شوي قاسي، بس هذا الشيء له علاقه بهويته الرياضيه اساسا. البول ستار مثل ما قلنا قبل شوي هويته الاساسيه هويه رياضيه، فاي السسبنشن قاسى بس مو مزعج. كثير حبيته، يعني كثير حبيته، كثير حبيت كيف بيخليني امشي على الطرقات، كثير حبيت كيف مثبت السياره على المطبات. بدي بطئ شوي اكثر من لو كنت عم سوق تسلا موديل 3. الستيرنج كثير حلو، خليني افرجيكم اياه هلا هون على الدوار. وهلا عم لف الدوار بسرعه 40 كيلومتر بالساعه. وهلا اول شيء هو فخم ومريح وحلو الروح تبع فولفو فيه. هلا بول ستار رح تقلي ليش بضل تذكر فولفو، نحن علامه مستقله. ايه بس انه ما فيني انكر انه في هويه فولفو موجوده هون، هويه واضحه كثير، وما بعتقد انه بول ستار خجلانه منها.
فالستيرينج بالإضافة لجماله هو مريح كتير. في عنده إعدادات، أنا بقدر أدخل على إعدادات السيارة ومن هون فيني غير الستيرينج من اللايت للستاندرد، هلأ صار أقسى بشوي، فيني حطه فيرم اللي هو أقسى شيء، هلأ صار هو أقسى شيء. لما بنكون عم نسوق بسرعات عالية وبدنا مانوفرينج وبدنا ثبات أكتر فينا نحطه على الفيرم. أنا شخصياً عم حطه على اللايت لأنه حبيت قديش هو لايت كتير حلو، قديش خفيف لك، كتير كتير خفيف. هلأ أنا عم لف دوار بأصبع واحد، كتير شغلة حلوة هاي الشغلة بالكستمايزيشن أو التخصيص للستيرينج ويل. بالإضافة لهذا الشيء في عنا مجموعات تخصيص أخرى. هلأ هون في شيء اسمه One Pedal Drive أو القيادة بالأكسلوريتر فقط. طبعاً هيك كونها سيارة كهربائية فيها تعمل هدول التخصيصات. بدل ما تستخدم الفرامل العادية السيارة بتقدر تستخدم الموتور ذات نفسه، الموتور بيصير يدور in reverse لحتى يبطئ السيارة. وبالمناسبة وقت اللي هو بيكون عم يدور in reverse لبطئ السيارة سواء بالفرامل، هلا هي الفرامل وقت اللي عم نكبسها هي عم تعمل هيك يعني عم تشتغل على الموتور بالإضافة للفرامل ذات نفسها. فلما بكون أنا كابس الفرامل اللي بيصير إنه بيصير الموتور يشحن البطارية، يعني بيصير يرجع شوية كهرباء على البطارية، بيعكس الآلية وبيعكس الدوران وبيرجع الكهرباء على البطارية بدل ما ياخد كهرباء من البطارية. فلذلك أنا ممكن عن طريق هالخيارات اللي هون أني أختار أني سوق بالأكسلوريتر فقط من دون ما أستخدم الفرامل أبدا. كيف؟ هلأ إذا حطيتها على اللو، هلأ شو بيصير؟ أنا بضغط الأكسلوريتر بيمشي لقدام، بشيل رجلي عن الأكسلوريتر السيارة بتبطئ كأني عم فرملها، بس كأني عم فرملها على مهلي، بضل أنا محتاج الفرامل. هذا إذا أنا عم اختار اللو. إذا اخترت الستاندرد خلص أنا ما بحتاج الفرامل نهائيا، بتحول الفرامل لباركينج بريك. واللي بيصير هلا إنه أنا عم سوق بمجرد ما شلت رجلي عن البنزين السيارة فرملت ووقفت. أنا قلت بنزين الأكسلوريتر، ما شلت رجلي عن الأكسلوريتر، ما هي سيارة كهرباء ما فيها بنزين. فبمجرد ما شلت رجلي عن الأكسلوريتر السيارة بتوقف من دون ما أنا أضغط فرامل، ما ضغط شيء أنا. هلا هاي الوان بيدل درايفينج هي من هوية السيارات الكهربائية، حلوة ما فيني أقول شيء، كتير حلوة. بس كوني أنا ما رح سوق السيارة فترة طويلة رح ضل على المسل ميموري تبعتي ورح ضل على الستاندرد اللي هو إنه أنا بضغط الفرامل، لأنه ما بدي خرب المسل ميموري تبعتي وبعدين أرجع على الرام تبعتي وشوف إنه أوه أنا مش أنا شلت رجلي على البنزين وما وقفت السيارة، هونيك في بنزين. أي حلوة هاي الميزة، حبيتها. وإذا كان عندي سيارة كهربائية ممكن يعني إذا اشتريتها أنا البول ستار، وعم فكر بصراحة أنه ممكن تكون سيارتي القادمة بول ستار، إذا اشتريتها للبول ستار ممكن نسوق بالستاندرد وان بيدل درايف وتعود على أنه خلاص ما بقى في داعي للفرامل أبدا، بشتغل على وان بيدل على الأكسلوريتر فقط من دون الفرامل. ميزة تانية اسمها كريب. بميزة كريب إذا حطيناها أون، هلأ خليني وقف، هاي السيارة وقفت، أنا حطت ميزة كريب أوف. هلأ بشيل رجلي عن الفرامل السيارة ما بتمشي. هلأ إذا حطيت ميزة كريب أون بشيل رجلي عن الفرامل، أو لازم يكون عم أمشي قبل، أوكي بعدين فرملت وبشيل رجلي عن الفرامل السيارة مثل ما كنتم شايفين تمشي شوي لقدام. It creeps، تزحف تزحف لقدام. حلوة هاي الميزة بحيث انه انا اذا حاب اني ضل مثل السيارات التقليدية اذا شلت رجلي عن الفرامل بتمشي سيارة شوي صغيرة، بفعل هاي الميزة. او فيني ببساطة اوقف ميزة كريب مثل ما نكون شايفين السيارة بتوقف لانه انا ماني داعس الاكسلوريتر. كمان كتير حلوة هاي الميزة، وانا شخصيا بالوقت الحاضر حطتها على اوف لانه مبسوط بميزة انه فيني شيل رجلي عن الاكسلوريتر وما اضطر اني ادعس الفرامل. شغلة حلوة. مثل ما قلت لكم الانفوتيمنت سيستم فيه كتير اشياء حلوه، في المابس الداخليه تبعته، فيني هلا من هي المابس فيني احط اي ديستنيشن وروح عليها، وفيني استخدم الجوجل اسيستنت مثلا. اوكي جوجل نافيجيت تو مول اوف ذا اميريتس. يور اوف لاين تو يوز فويس وايل اوف لاين يو نيد ذا ليتست لانجويج باك ويتش ويل بي انستولد ذا نيكست تايم ذات يو هاف ا نتورك كونكشن. اوكي لانه ماني واصل الانترنت، نسيت اوصل الانترنت. بس عموما انا فيني استخدم الجوجل اسيستنت لحتى يعمل لي النافيجيشن، وهذا الشيء من دون ما اوصل الموبايل. ليكن الموبايل ما له موصول، فبالتالي انا ماني عم استخدم الابل كار بلاي، هي من السياره ذات نفسها. الشيء الحلو الثاني انه الماب ذات نفسها فيها تنتقل لقدامي هون بضغطه زر واحده، بصير فيني اشوف النافيجيشن. طبعا النافيجيشن اللي هون شوي غامق يعني دارك مود،
بتصور مشان ما يكون مزعج للعين وانا عم سوق، اذا كان في شيء مضيء كثير هون وانا عم سوق ممكن يكون هذا الشيء مزعج، فبتصور هذا هو السبب. ما انا مزعج كثير حبيت او رح بخليه، لو انا عم سوق السياره بشكل دائم بخليه على النافيجيتر هون على الدرايفرز ديسبلاي. بس عموما عندي شاشه كثير كبيره هون وعندي شاشه هون، بمواضيع راحه السائق السياره كثير كثير عم تعطينا الشيء اللي بدنا اياه. وعلى سيرة مواضيع راحة السائق، في عنا كتير ميزات تانية فينا نحكي فيها. هون في عنا الدرايفر سبورت. الدرايفر سبورت يعني هو adaptive cruise control ولا cruise control. بتعرفوا هدول المزايا كلياتهم افضل جرب لكم اياهم على الهايوي، فخليني احكي عن شيء تاني هلا، ولما نطلع على الهايوي برجع لكم للدرايفر اسيست. بصورة عامة اذا بدي اوصف سواقتها لهي السيارة بكلمة واحدة بدي اقول انها كتير مريحة، كتير كتير مريحة. بالمناسبة السيتس مريحين، الستيرين مريح، التحكم بالسيارة كتير مريح خاصة مع النب الحلو اللي هون وكتير حاببه أنا. الدرايفرز أسيست مريحين، السسبنشن مريح، وعموما السيارة منحسها أنه خلص هي سيارة لطيفة ومريحة وجميلة. وما عندي يعني إذا بدي أقول أنه في شيء بالسيارة ما أنه مريح بالقعدة أو بالقيادة أو بأي شيء، ما عندي أي شيء سلبي أبدا أقوله عنها. طبعا منجي على الجانب العملي الأهم واللي هو جانب التشارجينج، الشحن. السيارة هاي اللي معي فيها ديوال باتري، هي البرفورمانس والبرفورمانس باكيج واللونج رينج. اللونج رينج هي بتمشي يعني بتقول بول ستار 480 كيلو بالشحن الواحد، لكن بدك تقول 400، وإذا كنت عم تزيرها مثل وقت اللي كنت عم اختبرها أنا، يعني أنا بيوم واحد نزلت نص البطارية، مو بالمسافة اللي مشيتها بس بكتر ما ضغطت للسيارة، ويعني وقت اللي أنا عم أعطيها الأكسلريتر على الأخير وعم بسحب هاي السحبات اللي هي مثل الطلقة بتكون حقيقة كتير. البيكاب تبع سريع، كتير كتير البيكاب تبع سريع، سيارة رياضية معنى الكلمة. فلحتى أشحن البطاريات لازم استخدم واحد من الشواحن. الخيار الأول هو طبعا السيارة بيجي فيها كابل، والكابل بتحطه بفيش الكهرباء العادي تبع الحيط. إذا أنت عندك مبارح جربتها حطيتها بالباركينج، عندي أنا بالباركينج في بلوج مخصص للسيارات الكهربائية وهي شغلة كتير حلوة. نيمت السيارة يعني حطيتها كان ساعة 10:30، كان فيها 55% تقريبا. فقت الصبح يعني صبح جيت بكير كتير لهون رح تصور لكم، يعني انا فقت نزلت على سيارة الساعة 6 كان فيها 75، يعني بليلة شحن واحدة وليلة قصيرة، يعني كان ممكن انا الساعة 9 ضل عم اشحنها، بليلة شحن قصيرة شحنت 25%. هي بدها 40 ساعة لحتى يصير فيها، لحتى تاخد فول تشارج من الصفر، يعني من الصفر للفول تشارج بدها حوالي 40 ساعة. فهذا بالشاحن العادي تبع البيت. إذا عندك الشواحن خارجية، وطبعا هون بالإمارات متوفرة كتير الشواحن الخارجية، وهي الشغلة أنا كتير كتير مرتاح لها، وهذا الشيء بيشجعني أنه أخذ سيارة كهربائية أنا بالمستقبل. هلا حاليا على مرتي تاخذها لهي بس لأنه ما زال أنه أنا وقت بدي سافر يعني نزلت الأسبوع الماضي على عمان ما فيني أنزل بسيارة كهرباء لأنه وين بدي أشحن وعلى الطريق وهيك. لما بروح على أبو ظبي، لما بروح على رأس الخيمة، ماني حابب إنه أكون أكل هم الشحن لسه، وربما بالمستقبل وقت بيكون في الشواحن السريعة أكتر. بس أنا لما بدي أشحنها بالشواحن الخارجية، بالشواحن العادية مو السريعة، بدها 7 ساعات من الصفر للفول تشارج. يعني إذا أنت دخلت على المول قضيت شوية وقت بالمول، 3-4 ساعات بتكون شحن السيارة. إذا كانت 50% بتكون شحنت فل، إذا كانت 0% بتكون وصلت لحوالي 75%. 3-4 ساعات أنت قضيتهم بالمول، هو التسوق العادي اللي أنت بتعمله. إذا بدك تشحنها بالشواحن السريعة المتوفرة لكن قليلة، هلا الشواحن عموما هي ستاندرد، هي الستاندرد 2 هي ستاندرد بكل أنواع السيارات الكهربائية. فإذا معك تسلا وإذا معك هاي وإذا معك فولكس فاجن، أي سيارة كهربائية بتشحن بنفس الشواحن، إلا الشواحن السريعة لتسلا، لأنه تسلا برمجتها بطريقة بحيث أنه بس التسلا هي اللي تستفيد منها، والتسلا في عنده نتورك تبع شواحن كتير مهمة طبعا. الشواحن السريعة تبع تسلا ما حتشحن لك السيارة هاي، بس الشواحن السريعة الأخرى تبع RTA تبع ديوا رح تشحن لك، يعني متوفرين مثلا باللاست اكزت بين ابو ظبي ودبي، باللاست اكزت باتجاه القدره اعتقد في واحد، يعني في شواحن سريعه متوفره. اذا توفقت بشاحن سريع فبتشحن السياره معك من 0 ل 100% خلال
38 دقيقة، يعني حتى مانو 40 دقيقة. وبالتالي إذا أنت رايح على أبو ظبي وسيارتك مشحونة 50% وصلت على اللاست إكزيت، بتحطها يعني خلال نص أقل من نص ساعة، 20 دقيقة أو 25 دقيقة بتكون السيارة شحنت بشكل كامل. وبالتالي أنا اليوم بالإمارات ما عندي هم الشحن نهائيا، الإنفراستركتشر موجود، الشواحن المنزلية بتساعد كتير، الشواحن الشبه سريعة بالمولات وبمحطات البنزين ومحطات البترول وبكتير أماكن أخرى مثل السستينابل سيتي وهيك، بتلاقوا هدول الشواحن كلهم، هدول أشياء يعني بتساعد على أنه الواحد يأخذ قرار أنه يشتري سيارة كهربائية. إذا رح يشتري سيارة كهربائية، أنا شخصيا اليوم هلأ إذا بدي أختار سيارة كهربائية رح أختار البولستار، ما رح أختار التسلا ولا رح أختار الفولكس فاجن ولا رح اختار اي موديل تاني، رح اختار البولستار لانه فيها توازن كتير حلو بين الكلاسيكية والعصرية والمستقبلية، وفيها الاداء الكتير حلو اللي انا جدا جدا مبسوط منه. هلا انا ما معي جهاز قياس السرعة لحتى احسب لكم البيك اب، بس انا هلا على الصفر وماني حاططها، يعني حاطة على الاداء العادي دي، رح افرجيكم البيك اب تبع السرعه تبعتها وانتم لحالكم قدروا. هلا طبعا الاستابيلايزيشن بالاكشن كامز اللي عم تصورني ما رح يخليكم تحسوا بالضغط اللي انا رح احسه لما بضغط الاكسلريتر على الاخير، بس يمكن ما بعرف فيكم تشوفوا برا لحتى تقدروا هذا الشيء. جاهزين؟ هلا صارت 120، سمعتوا الطنة على ال 120. الحقيقه البيك اب تبعها كثير حلو وممتع على الطريق، انه انت لما بدك تعمل هي الحركه تبع البيك اب الكثير سريع وماشي بسرعه 80 وبدك تطلع على 120 على سبيل المثال، الانتقال السريع بين السرعات لانه ما في محرك، لانه احنا عم نعتمد على البطاريه، الانتقال كثير سلس وكثير مريح وكثير ريلاكسنج، تحس حالك عم تنط من سرعه 70 او 80 لسرعه 120 ب سبليت سكند، باقل من ثانيه وبراحه من دون ما تحس بالضغط تبع المحرك تبع شو عم بيصير معي هلا. حبيتها، برجع بقول انه انا حاليا بسوق سياره كلاسيكيه بسوق شحن مبسوط فيها، بس ما عندي نفور تجاه السياره الكهربائيه انه والله ليك ما فيها هالاحساس تبع السياره لا فيها الاحساس تبع السياره، فيها الاحساس تبع السياره بالقياده بالهاندلنج بالستيرينج بالانجينيرينج وبالبيك اب، وحتى لدرجه كبيره حتى بصوت المحرك، مع انه هو ما هو صوت حقيقي بس ممتع جدا جدا. خلنا نطلع على الهايوي لحتى نجرب لكم درايفر اسيست قبل ما نختم هذا الفيديو. قبل ما نطلع على الهايوي نسيت احكي لكم عن الباركينج. هلا السياره فيها يعني الاعمده بمحل كويس، ما فيني اقول شيء يعني ما حاجبين الرؤيه ابدا، بس الشباك الورا يعني شوي صغير وبالتالي الرؤيه ما انها تمام دقيقه، المرايا كويسين حقل الرؤيه كثير كويس، بس لحتى نصف براحتنا لازم يكون في عنا نظام صفي كويس، هذا الشيء متوفر الحقيقة. هون في عنا كاميرات 360 درجة مثل ما انكم شايفين، فينا ببساطة ناخذ راحتنا بالصفي. يعني شوي الستيتشينج عم حسه انه في شوية يعني مبالغة بالارتفاع لهذا الوراي شبك، بس شايفه بشكل كتير واضح. يمكن مو احسن نظام مرايا 360 شفته بأي سيارة، بس كتير كويس. هلا خلني اشوف جنب في عمود صغير، هلا خلني افرجيكم هذا العمود الصغير كيف رح يظهر. مثل ما انكم شايفين مبالغ كتير بارتفاعه، هو ما هيك، يعني هو عبارة عن عمود كتير كتير صغير. طبعا في عنا سنسرز من جميع الجهات كمان بتساعد. عموما الباركينج تبع السيارة كتير سهل وسلس وحجمه صغير، ومع ال 360 درجة وكل شيء ما عنا مشكلة بالباركينج ابدا. هلا رح ننتقل على الاسيست اللي هي انظمه المساعده بالقياده او بالملاحه، رح اخبركم عنها بالتفصيل لما بننتقل على الهاي واي، بس في وحده منهم رح اخبركم عنها هون واللي هي درايفر اليرت. السياره اذا حست انه انا نعسان او تعبان او عم اتاوب او ماني بوضع بيسمح لي بالقياده تعطيني انذار وبتقول لي وقف على جنب وصحصح يا ابني، ما تعمل بحالك هيك لانه القياده اثناء مانك انت مانك مرتاح هي مو شيء حكيم ابدا. البقية رح أطلع على الهاي واي ورح أخبركم عن الدرايفنج أسيست. هلأ رح ننتقل لحتى نشوف أنظمة مساعدة القيادة.
الاسيست. اول شيء في عنا نحن ادابتيف كروز كنترول، اللي هو ادابتيف كروز كنترول زائد بايلوت اسيست. لحتى نفعله، هو اصلا فعال من هون، لحتى نفعله في عندي الضغط على الستيرنج، بضغطه اشتغل الادابتيف كروز كنترول، واشتغل هلا معه الدرايفرز اسيست. الدرايفرز اسيست هو بيخليني جوا اللين، حتى بتلف السياره مع هلا في منحنى شوي مثل ما انتم شايفين السياره عم تدور معه، بس تطلب مني اني خلي ايدي على الستيرنج. هلا انا شايل ايدي على الستيرنج رح افرجيكم، بس هو بالاصل انا لازم خلي ايدي سمها على الستيرنج مشان الامان، بس هي السياره عم تدور بنفسها عم تخليني جوا اللين، واذا في منعطف هلا في منعطف قدامي مثل ما انتم شايفين السياره عم تدور لحالها. اوكي بتقلي هولد ذا ستيرنج، مسكته شوي بتستنساني 40 ثانيه ثانيه قبل ما ترجع تقلي هولد ذا ستيرنج، بس انا حبيت اني افرجيكم كيف السياره عم تبرم لحالها. حتى لو المنعطف اقوى من هيك بشوي ما زالت السياره رح تدور لحالها. لحتى وقفه ببساطه بضغط الزر هون نفسه او بضغط الفرامل بيوقف مباشره. في نقطه مهمه، الادابتيف كروز كنترول مثل ما بتعرفوا هو الكروز كنترول اللي رح يشوف، يعني رح يشغل الرادار رح يشوف السيارات اللي قدامي ورح يبطئ على سرعه السيارات اللي قدامي. في ناس ما بتحب الادابتيف كروز كنترول، بدها كروز كنترول عادي. بهالحاله هي فيها ببساطه تختار الكروز كنترول العادي. هلا اذا بشغله السياره ما بقى رح تبطئ بناء على السياره اللي قدامي، هي بيحبوها ناس بيحبوا يخوفوا السيارات اللي قدامهم. انا شخصيا بحب الادابتيف كروز كنترول، ما بحب الكروز كنترول العادي، بحب الامان وبحب الرواق بالسواقه. البايلوت اسيست كتير حلو للسفر على الطرقات الطويله، جربته كتير 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 موثوق. بمجرد ما انا كنت مشغل البايلوت اسيست وترك ايدي هاي رح ارجع اشغله مره ثانيه، حتى على سرعه اعلى مسهله رح اوصل ل 107 كيلومتر بالساعه وشغلت البايلوت اسيست. وهلا انا كل مطلوب مني اني احط ايدي بهذا الشكل مشان ما تحس السياره انه انا نايم او شيء، بس خلاص هي السياره عم تسوق لوحدها. اذا انا لزمني اي شيء على موبايلي فيني اشوفه بسرعه، رح تفرمل اذا كان في قدامي سياره وقفت بسرعه، رح تفرمل للامام، رح تفرمل للخلف، يعني رح تعمل كل المطلوب منها لحتى تكون امنه بشكل كامل وتضمن انه اوصل للوجهه تبعتي بامان وسلام ان شاء الله دائما. طبعا ما بتغنينا ابدا عن انه نحن نكون حريصين ونحن نكون منتبهين ونحن نكون ان كنترول، مسيطرين على السياره ومسيطرين على الوضع وشايفين الشارع وشايفين كل شيء. بس حلو كثير وجودها، بتريحك من الستريس اثناء القياده لفترات طويله. الدرايفرز اسيست الثاني هو اللين كيب اسيست، بتعرفوه كثير منيح، هو الشيء اللي بيخليني جوا اللين. هلا مثلا رح افرجيكم، اذا انا قربت اطلع برا اللين السياره رح ترجعني جوا اللين حتى لو ماني مشغل البايلوت اسيست. مثل ما كنتم شايفين ما بدي يعني اطلع برا اللين ابدا، عم ترجعني جوا اللين من دون ما اتدخل انا. معروف طبعا وموجود بسيارات كثيره. الكوليجن افويدنس هو تجنب الحوادث، هذا اذا انا مشغله دائما مشغله طبعا للامان. اذا السياره حست انه رح تصطدم بشيء امامها، يا اما رح تفرمل بقوه لحتى تمنع الاصطدام، يا اما رح تبعد عنه. يعني اذا في سياره وقفت قدامي مباشره وهي في عندها كاميرات على الجوانب وهيك، بتقرا الطريق وبتشوف اذا امان انها تغير، بتغير اللين وبتطلع برا وبترجع مره ثانيه لحتى تتجنب الحادث. طبعا كمان مره كثير كثير حلو انها موجوده، لكن ما بتغنيك عن انك انت تكون ان كنترول، انت تكون منتبه وتمنع الحادث عن طريق انك تكون حريص انت على الانتباه. هلا طالما انه صدفت اني مشيت على الخط الابيض قليلا، خلي اخبركم عن ميزه اضافيه ما انا موجوده على الشاشه قدامي هلا، بس انا اذا مشيت على الخط الابيض السياره بترجرج، مع انه الخط الابيض هذا ما في رجات، بس السياره عم ترجرج لي هلا، الستيرنج عم بيرجرج لحتى ينبهني اني صرت على الخط الابيض. ميزه كثير حلوه وحبيتها، بتنبهني خاصه اذا كنت تعبان وراجع بالليل، بتنبهني مشان ما اطلع برا اللين واضرب سياره ثانيه من دون ما انتبه. درايفر اليرت خبرتكم عنها قبل شوي، اذا حستني هي بتشوفني بالكاميرات بتدرس سلوكي، بتشوف اذا عم اغفى ولا ما عم اغفى، عم غمض عيوني ولا ما عم غمض عيوني، اذا حستني تعبان بتعطيني اليرت بتقلي وقف على جنب وصحصح يا ابني. بلايند سبوت انديكيتر بتعرفوها طبعا، مشان النقطه العمياء، مشان اي سياره ما ظاهره بالمرايه هي بالنقطه العمياء بتنبهني عليها بالمرايا وعلى الشاشه ايضا. ريدي تو درايف نوتيفيكيشن شغله كثير حلوه، اذا انا واقف على الاشاره الضوئيه على سبيل المثال وملتهي على موبايلي او شيء ومشوا السيارات اللي حوالي، السياره بتنبهني انه مشوا السيارات اللي حواليك يلا خلينا ان نمشي، بتنبهني انه صار وقت انك تمشي. ميزه كمان كثير كثير حلوه. هون في عنا التحكم بالتشارج، هلا السياره باقي فيها 51%. فيكم تشوفوا الاستهلاك، يعني بيختلف طبعا الاستهلاك على حسب طريقتي بالسواقه. اذا رجلك ثقيله على السياره وهي السياره بتغريك كثير تكون رجلك ثقيله عليها لانها كثير استجابتها حلوه ورياضيه، بتصرف اكثر، لكن بالاوضاع الطبيعيه صرفها كثير كثير عادي. انا صرفت كثير، انا كنت عم زيرها عم اضغطها، هي رح بدي صورها وبدي اختبرها وبدي اخبركم شو رايي فيها.
فأنا كنت عم مشحن كل يوم لأنه كنت عم أضغط على السيارة كتير. لكن بتصور بالأوضاع الطبيعية والسواقة العادية بتمشيني برياح ال 400 كيلومتر. هي بول ستار عم تقول 480 كيلومتر، بس هذا إذا ما شغلت التكييف وإذا مشيت عم أهلك كل الوقت وهيك. أنا بتصوري 380 ل 400 كيلومتر بتمشيني إياهم برياحة، واللي هن بيزيكلي تعباية بنزين ببعض السيارات. هلا مو كل السيارات، أغلبية السيارات تمشي 500 كيلومتر بتعباية التانك الوحدة، لكن بعض السيارات تمشي حوالي 400 كيلومتر، يعني ما أنا كتير بعيدة عن الرينج تبع السيارة العادية. هون في عنا مجموعة تخصيصات أخرى عن المرايا، إذا بدي إياهم ينزلوا لتحت لما بعمل ريفرس ولا لا. الانتريور لايتنج، فيني يتحكم بالإضاءة الداخلية، في كتير تفاصيل فيني يتحكم فيها عن طريق هاي الشاشة. طبعا هون في عندي الجوجل اكاونت، فيني ادخل اعمل لوجن بالجوجل اكاونت تبعي، فباخذ المابس تبعاتي بكل النقاط تبعتهم وكل السيفد بوينتس كلياتهم موجودين على جوجل. انا ما عملت لوجن طبعا لانه السياره ما لي. فيني نزل سبوتيفاي، كتير حبيت هي الشغله، باخذ سبوتيفاي تبعي بالبلاي ليست، الموسيقى تبعتي، كل شيء انا بدي اياه. بتصور كمان فيني نزل ابل ميوزك اذا بدي، ما جربت، بس سبوتيفاي موجود فخلص ما بدي اي شيء ثاني. يوتيوب موجود ونتفليكس موجود، إذا أنت ناطر عم تشحن السيارة على سبيل المثال ولسه بدك نص ساعة أو ثلاث أربع ساعة رح تخلص شحن، فيك تحضر شيء من مسلسلاتك المفضلة. طبعا إذا كنت مشغل السيارة وماشي ما حيشتغل يوتيوب ولا حيشتغل نتفليكس، لكن إذا كنت موقف سيارة كتير حلو أنه في عندك يوتيوب نتفليكس مباشرة على شاشة السيارة من دون ما تشغل موبايلك فيها. هلا مضطر اني اختم الفيديو. ماني حابب اني اختم الفيديو، بس مضطر اني اختم الفيديو لانه خلصنا لكم النقاط بدي اخبركم عنها. كثير حبيت لهالسياره، كثير حبيت لهالسياره، وحتما بنصح فيها. بول ستار من فولفو، وهون بالامارات من المشاريع التجاريه من الفطيم. بنصح فيها لهي السياره كسياره المستقبل، لانه على عكس السيارات الكهربائيه الاخرى عم تعطيني الاداء وعم تعطيني الراحه وعم تعطيني الرفاهيه وعم تعطيني كونها سياره كهربائيه. شكرا لمتابعتكم هالفيديو، ان شاء الله كان مفيد وممتع بالنسبه لكم قد ما كان ممتع بالنسبه لي بالتصوير. ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتشتركوا بقناتنا الانجليزيه اللي الرابط تبعها بالشرح تحت، وما تنسوا تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي، وانا بشوفكم بالفيديو القادم. And cut.